مشاهدي الكرام، في حضرموت تحديدا في ساحل حضرموت هناك بطولة للشباب انطلقت يوم أمس على ملعب باردان في المكلا. حضرموت حقيقة هي شعلة لا تنطفئ في مختلف الألعاب الرياضية وليس كرة القدم. خلونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود لنناقش وأيضا نتحدث عن طبيعة وتفاصيل هذه البطولة. نتابع التقرير. على أرضية ملعب الفقيه برادم بمدينة المكلا انطلقت مباريات البطولة الثانية لكأس حضرموت لكرة القدم فئة الشباب 2005 التي يرعاها محافظ حضرموت الأستاذ مبعوث بن ماضي وإشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة بساحلي ووادي حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طبعا ندشن بطولة الشباب مواليد 2005 لأندية ساحل حضرموت، وتبدأ أيضا الأسبوع القادم نفس البطولة هذه في الوادي. تأتي هذه البطولة امتدادا لكأس حضرموت السابعة، وهي ضمن الألعاب المصاحبة لكأس حضرموت. قد بدأنا بهذه الألعاب في اللجنة الثقافية خلال تنفيذ المسابقات الثقافية بين ساحل وادي حضرموت النسخة الخامسة، واليوم ندشن هذه البطولة للشباب لنغرس في نفوس هؤلاء الشباب وإن شاء الله البراعم والناشئين مستقبلا، بأن حضرموت تحوي الجميع وأن كأس حضرموت هي الملاذ الآمن لكل الشباب. البطولة الرياضية شهدت في أول جولاتها مباراة تنافسية جمعت بين فريقي نادي شباب بوكب مع نظيره نادي شباب ميفا. انتهت فيها المباراة بتحقيق فوز مستحق لنادي شباب بوكب على فريق ميفا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعات الثانية التي تضم إلى جانبهما أندية النخبة وهلال الفوة. أنا سعداء بنشاط الشباب في الفترة هذه الحالية، ونتمنى هذه الفئات الآن تكون رافد للأندية الأول بدل ما يجيبوا لأكثر لعيبة من الخارج، يكون ده لاعب بدقاها لهذه الفئة وينضم للفريق الأول. كذلك على ملعب الفقيد الشاحت بمديرية الشحر تلتقي الأندية المشاركة من شرق المحافظة ضمن المجموعة الأولى، وكان اللقاء بين فريقي نادي أهل الغيل مع فريق نادي الريل الشرقية وإلى جانبهما اتحاد الشبيبة وسمعون في بطولة تأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بالفئة العمرية. شكرا كثيرا لمراسلنا في حضرموت محمد صلاح على هذا التقرير، وأرحب بضيفي الذي ينضم معي في هذه الأثناء من هناك من ساحل حضرموت الكابتن عبد الله سعيد عبد الله، وهو رئيس اتحاد الكرة بساحل حضرموت. كابتن عبد الله مساء الخير. مساء الورد والياسمين. حياك الله كابتن عبد الله. أنا في البداية حقيقة أحييك على الأنشطة المتتالية والمتتابعة في كرة القدم عندكم هناك بحضرموت. أنتم شعلة لا تنطفئ لكرة القدم، خير دليل هذا البرنامج، هذه البطولة التي تحيوها الآن على مستوى الشباب، هذا بحد ذاته إنجاز كابتن عبد الله. حياك الله وشكرا على الاستضافة، أرحب بكم معنا في هذا. يعطيك ألف عافية كابتن عبد الله. أريدك تضعني يعني بشكل عام عن هذه البطولة، الأندية الذي مشاركة فيها، طريقتها، الكثير من التفاصيل المتعلقة ببطولة الشباب. طبعا بطولة المواليد 2005 هي امتداد من بطولة كأس حضرموت. نعم. بقية حضرموت الساحل والوادي. طبعا هذه البطولة موزعة على الوادي والساحل مجموعتين، ويتقابلوا فريقان من الوادي والساحل في النهائي طبعا. نعم. نحن دشلنا البطولة يوم الخميس بثلاث مباريات، الخميس والجمعة والسبت في الدور الأول هذا. كم عدد الأندية كابتن عبد الله اللي مشاركة في البطولة؟ 16 نادي حاليا. جميعها من ساحل حضرموت؟ أيوة من ساحل حضرموت، وفي نفس النمط في وادي حضرموت. يعني في أندية مشاركة من وادي حضرموت. نعم، هي البطولة تسمى الوادي والساحل، هي امتدادا من كأس حضرموت للأندية المحافظة بشكل عام وادي والساحل. نعم. طيب نظام البطولة كيف حتكون؟ الذهاب والإياب ولا التجمعات ولا كيف حتكون؟ طبعا نحن في الساحل عندنا 4 تجمعات ويطلع من كل تجمع واحد، طبعا بعدين بيكون بنظام خروي المغلوب ويتأهل نادي واحد يلاقي الفائز من الوادي في النهائي.
جميل. طيب مين يدعم هذه البطوله كابتن عبد الله؟ هل الاتحاد الفرع الاتحاد بساحل حضرموت، السلطه المحليه، من يدعمكم؟ والله هو من السلطه المحليه عايد الاستاذ مبغوث بن ماضي محافظ حضرموت، نعم، ومكتبي الشباب والرياضه بشراكه مع الاتحاد العام ومجموعه العمر التجاريه. نعم. طيب معروف كابتن عبد الله انه في كاس حضرموت للكبار انتم جبتوا لاعبين من صنعاء ومن تعز وغيرها من المحافظات اليمنيه الاخرى، هل هذه البطوله ايضا استقطبتم لاعبين من فئه 2005 من بقيه المحافظات، ولا هؤلاء ابناء النادي فقط من يشاركوا في البطوله؟ لا، البطوله محليه طبعا، تحمل اسم حضرموت. نعم، يعني ما فيش حد من خارج المحافظه، كلهم من ابناء حضرموت سواء من الساحل او من الوادي. جميل. كيف من خلال المباريات التي أقيمت من يوم الخميس حتى اليوم الأحد، يعني كيف تابعتم المباريات؟ كيف يمكن تقييمها؟ كيف يمكن تنعكس إيجابا على الجانب الفني للاعبين، وخصوصا أنها بطولة برعاية السلطة المحلية بلا شك ستكون ذات أهمية كبيرة؟ والله الحمد لله، أنا نقول يعني البطولة لحد الآن تعتبر ناجحة، في شباب عندهم رؤية فنية وبحاجة للاستقطاب. والله كنا نتمنى أن يكون تشكل لجنة فنية لاختيار هؤلاء اللاعبين، وبرضه الأندية كان مفروض أن تستفيد من هؤلاء، وهذا خاص السن المحدد 2005. نعم. هذا بيكون رافد للفريق الأول. صحيح. يعني بدل ما تستقطب من خارج المحافظة أو لا، أقول لك المكة أو لا مش عارفها. صحيح. طيب كابتن، ما الرسالة التي تريد إيصالها قبل أن أودعك؟ والله نحن نشتي نظرة لحضرموت برياضتها سواء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم، أن ينظروا للمحافظة هذه، المحافظة محرومة من كل النواحي، سواء النواحي الفنية سواء للمدربين أو للتأهيل الحكام أو رفض المنتخبات الوطنية مجموعة من الشباب حسب الأعمار هذه، لأن هذا السن بالذات مفروض يعني ما فيش حد يدعمهم حتى يكون شاب مستمر في هذا الجانب لرفض الأندية. يعني نحن نعاني من هذه المنتخبات وخاصة في هذه الفئة. نعم. لكن في المقابل كابتن عبد الله، يعني إقامة هذه البطولة بحد ذاتها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء اللاعبين وشيء جيد من قبلكم أنتم، فأنا أحييك. نحن في الإعلام جاهزون حقيقة لتغطية كل ما يمكن أن تقوموا فيه هناك في حضرموت من أنشطة، من بطولات، من فعاليات. أنا فخور جدا بكم وأتمنى لكم حقيقة كل التوفيق، ويسعدنا كثير أن أستضيفك في حلقات قادمة لنتحدث عن شيء أجمل وأكبر. شكرا كثيرا لك، كنت معي عبر خدمة الهاتف من هناك من حضرموت الكابتن عبد الله سعيد عبد الله، وأنت رئيس اتحاد الكرة في ساحل حضرموت. وبهذه الفقرة مشاهدينا ومتابعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا المساء، أرجو أن نكون وفقنا في ما تناولناه ووضعناكم في الصورة بكل تفاصيلها. وفعلا كرة القدم في بلادنا ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل حتى نستطيع فعلا انتشالها من الواقع التي تعيشه في الوقت الراهن. هذه تحياتي، أنا علي حميد الأهدل وطاقم العمل، دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.